هي توفيق انه في النهايه جات في العارضه، يعني فيها قوه، فيها كل شيء، يعني كل شيء تبغاه في ركله الجزاء كانت موجوده عند حمد الله، الا انه شوي حالفها التوفيق انها تكون في المرمى. خالد العطوي، تحس انه حمد الله اليوم ادى اللي عليه في المباراه بعيد عن ضياع ركله الجزاء؟ والله مش بحمد الله اللي احنا متعودين، هذا شيء طبيعي. اول شيء لاعب يعني بعد عودته او التحاقه بفريق الشباب يعني ما انتظم في المشاركه، رتم المباريات. السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، مرحبا بكم في قناتكم وقناه نيوز الخبر. اصدقائي اللي اول مره كيشوفوا القناه ما ينساش الشير فيها، يفعل زر الجرس يبقى توصل دائما جديد الفيديوهات. في هذا الفيديو اصدقائي غادي نشوفوا الاعلام السعودي اشنو قال على عبد الرزاق حمد الله بعد العوده ديالو من الاصابه والمشاركه مع فريق الشباب وتضييعه لضربه الجزاء. قالوا على انه يعني غير ما وافقوش الحظ، وان ضربه الجزاء كانت مزيانه وكانت جيده، وان حارس المرمى ديال الخصم مشى لاتجاه اخر والكره مشات لاتجاه اخر، ولكن كان سوء الحظ. ولكن رغم ذلك قدم مباراه جيده. وكذلك تكلموا على عنكبوت ياسين بونو، ان ياسين بونو هو الرقم واحد في فريق الهلال. غنطوش عليكم اصدقائي، نخليكم تفرجوا في هذا الفيديو، خليوا ارائكم في التعليق، لايك والبارطاج، ونتلاقاو في الاخر الفيديو. بدون تغطيه لصيقه له لابد يكون فيه يعني في ادوار ومهام للاعبين في دفاع الكرات الثابته. وهذه من المبادئ اللي يفترض ان احنا كمدربين واللاعبين ايضا ينتبهون لها، ويعني يولونها اهتمام كبير جدا. لان لاعب مثل هذا مميز في الهجوم الكرات الثابته يترك بدون رقابه بدون مضايقه، اكيد ان مين المفروض اللي يكون معه كابتن خالد؟ يعني انت امامك اللقطه، مين اللي كان المفروض يكون معه؟ يعني ايا انا اتكلم بشكل عام اخوي عبد الرحمن، ايا كان اللاعب، احنا ما نقول فلان، احنا ما نعرف من طبعا احنا كمدربين في الكرات الثابته دائما نوكل اذا كان في دفاع المنطقه للاعب، في دفاع المنطقه اذا كان في دفاع المان تو مان يكون لاعب موكل بلاعب معين. كويلار خاصه لما يكون اللاعب كابتن خالد. واضحه كويلار، يعني كويلار اول شيء متمركز لابورت وعارف وين مكانه. ايوه بشكل عام يعني خطا كويلار صراحه كان. انا موكل، ايوه انا بوضح لك اخوي عبد الرحمن، اذا كان انا ادافع دفاع المنطقه اي لاعب يجيني انا اخذ اللاعب هذا. طيب اذا كان عندي مهام اني انا ادافع مثلا على المان تو مان على لابورت، يكون مفترض اني اكون ممتاز مع لابورت في حاله مثل هذه. ممتاز. ابدا مع احمد حمد الله وضيع ركله الجزاء. تكلم عن الدقيقه الاخيره. شوف انا اشوف تنفيذه ما كان سيء، توفيق، عمل توفيق. يمكن حمد الله يمكن بعده عن مباريات ورجوعه من الاصابه ما كان هو الاجهز انه يسدد ضربه الجزاء، كان ممكن يكون جوانكا دائما هو المسدد الثاني، هودت، لكن القرار يرجع للاعب، لكن ما كان هو الاجهز. القرار يرجع للمدرب. لا يعني اي القرار يرجع للمدرب، بس في هذه اللحظات اللاعب انت تعرف انك يمكن ما تكون جاهز على المستوى البدني، على المستوى الذهني، بعيد عن اجواء مباريات، الوقت حساس، فاعتقد انه كان في افضل انه يكون مسدد. شوف شخصيه حمد الله شخصيه قويه الامانه، وخذ الكوره وبالعكس ولعبها الامانه بشكل ممتاز، الحارس راح في جهه وهي في جهه، ولكن هي توفيق انه في النهايه جات في العارضه، يعني فيها قوه، فيها كل شيء، يعني كل شيء تبغاه في ركله الجزاء كانت موجوده عند حمد الله، الا انه شوي حالفها التوفيق انها تكون في المرمى. خالد العطوي، تحس انه حمد الله اليوم ادى اللي عليه في المباراه بعيد عن ضياع ركله الجزاء؟ مش بحمد الله اللي احنا متعودين، هذا شيء طبيعي. اول شيء لاعب يعني بعد عودته او التحاقه بفريق الشباب يعني ما انتظم في المشاركه، رتم المباريات يعني فورمه المباريات ما استمر فيها، وهذا شيء طبيعي. لكن زي ما قال ابو سعود، حمد الله لاعب مميز، لاعب يملك امكانيات، يملك الشخصيه اللي فعلا يحتاجها المهاجم. وايضا في حمد الله صفه يعني يفترض ان المهاجمين يتميزون فيها، ان حمد الله الفرصه اللي هو يسجلها حتى لو كانت نسبتها 80% تجده هو اللي يحاول يسجلها، ما يعني يتحمل المسؤوليه كامله. وهذه احيانا احنا كمدربين نقول نحب المهاجم الاناني. اكيد ما فيها شك. علي الحبسي هو علي اقل اللاعبين تقييما اليوم في المباراه ترى كان حمد الله، وفقا للارقام اللي ظهرناها قبل شوي.
اي اكيد الارقام، وكان واضح واضح فضيه الملعب دائما. انت لما تكون يعني بعيد عن المباريات وجو المباريات وترجع من اصابه، خصوصا انك رجوعك في مباراه جدا مهمه. صحيح. يعني رجوعك مع فريق بقيمه مباراه النصر ما اعتقد هي بالشيء السهل. نفس الشيء الاسلوب اللي لعب فيه النصر اليوم، النصر نشوفه بشكل جدا ايجابي في عمليه التنظيم، عمليه المراقبه في الفريق الخصم، هذا دائما يعمل لك صعوبه اكبر. فظهور ظهور حمد الله اعتقد انه هو البعد عن المباريات ورجوعه من الاصابه، وخصوصا في مثل ما تكلمنا في الوقت اللي مباراه مهمه مثل هذه المباراه. والتسديد لضربه الجزاء مثل ما تكلموا الكباتن اعتقد انها واضح، سدد بطريقه جيده، ثقه كامله انه هو ممكن يتحملها، ولكن التوفيق اعتقد هو الشيء اللي وقف ضد حمد الله اليوم. وكما أشكر محمد ربيع على أداء اللي قدمه، دخل نيمار التدريبات الجماعية وسنرى إذا كانت الأمور إيجابية في اليومين المقبلين. لا نعلم حتى الآن إمكانية مشاركة بونو أمام العين من عدمها. وش اللي شدك من حديث جيسوس وبوسعود كابتن سعد؟ والله احنا متشوقين لعودة نيمار، لكن أعتقد أنه ما راح يرجع نيمار لما يكون وزنه مثالي، لأن خيسوس من المدربين اللي يهتمون في الجانب ده. واضح أحمد، حسيت أنه خيسوس يعني يعول كثير على بونو اليوم وينتظر بونو وعودته؟ شوف بونو، ما شوف انا بالنسبه لي بونو هو يعني رقم واحد في الهلال للامانه، كلاعب مهم على مستوى التصديات، على حتى مستوى الاسلوب اللي يستخدمه خصوص، يعني في ترك العالي. المساحه وترك المساحه وحتى في الحالات الانفراديه. لكن اللي شدني من كلام خصوص، وهذا يعطي قيمه المدرب اللي دائما يهتم بادق التفاصيل، لما اشاد بربيع اول شيء هذه معناته انا اعطيك الثقه، انا انت في الحسبان. هذه تعطي اللاعب حتى لما يسمع تصريح كمدرب تعطيني يقدم الافضل. فاعتقد انه مدرب قاعد يعطي المجموعه كل لاعب يحسب صراحة للربيعي حضوره، يعني الحارس الثالث وأعتقد ما شارك بداية الموسم وما شاء الله يعني قدم مباراة جيدة نوعا ما اليوم. يستاهل. خلونا نروح لحديث لاعب الفيحة شوكوروف، إيش قال بعد هذه المواجهة؟ It's hard luck, a very hard match. I just want to ask you, what's your plan to survive in this league? بسم الله، السلام عليكم. We lose 3-0, but we have also too much chance. We must score. أكيد خسرنا 3-0، لكن أتيحت لنا عدة فرص. كنا قادرين لتسجيل هدف أو اثنان لخطف نقطة على الأقل. لكن بإذن الله سنعمل ونقاتل من أجل العودة مجددا لسكة الانتصارات. ندرك بأن الهلال فريق قوي يملك لاعبين كبار، لكننا سنحاول الاستدراك وتحقيق الفوز للخروج من منطقة الخطر. المباراة المقبلة جدا مهمة وسنسعى لكسب النقاط. Next game very important us. Inshallah we will take our point. أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى من هذا الفيديو يكون الإعجاب ديالكم. خليوا على رأيكم تعليق لايك وبارتاج، قولكم أختي الإعزاز، تلقوا فيديو جديد موضوع جديد، والسلام عليكم.